السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل المحاضرات بتاعتنا مع بعض. هنتكلم على scheduling، التخطيط الزمني. احنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على البلانينج. في المحاضرة دي هنحاول إن احنا نحدد الفترة الزمنية لكل نشاط. المرة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نعمل workable diagram structure، وقسمنا المشروع الأنشطة. النهاردة هنحاول بقى نجيب الزمن بتاع كل نشاط عن طريق استخدام الموارد المتاحة، وهنعمل ريليشن ما بين الأنشطة وبعضها علشان نجيب total duration of project. وبعد ما نجيب total duration of project نحاول نجيب حاجة اسمها critical path، ونشوف ايه هي الأنشطة الحرجة والمسار الحرج للمشروع. طيب انا علشان اعمل سكادولينج ايه اللي يهمني يكون معايا؟ يهمني ان انا اعرف في السكادولينج ان انا احدد الديوريشن بتاعت الاكتيفيتي، يهمني ان انا احدد التوتال ديوريشن اوف بروجكت، عاوز اعمل حاجة اسمها اكتيفيتي ايرلي اند ليت تايم ابديت، ونحدد الأنشطة الحرجة. وبعد كده بنبدأ لو كان زمن المشروع كبير نحاول إن احنا نقلله. طيب السكادولينج هي عملية ربط البلانينج بالتايم. بربط البلانينج اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت البلان، بس المرة دي بزود عليه الايه؟ التايم. هنحدد بداية ونهاية كل نشاط، ونحسب زمن تنفيذ النشاط عن طريق الرول ديت. الديوريشن عبارة عن quantity of work over output of resources. quantity of work اللي هو الحصر بتاع الكميات أو الكميات اللازمة لإنجاز كل نشاط. طيب لو انا عاوز اجيب مثلا الديوريشن بتاعت خرسانه مسلحه للسقف، فهعمل حصر للسقف ده، هقول الطول في العرض في السمك، ولو في كاميرات هضيف الكاميرات على الكميه، يبقى انا عندي كده total quantity of work او total total quantity of work او الكمية الكلية للنشاط ده. لو أنا مثلا عندي الكمية الكلية للنشاط ده 200 متر مكعب صب خرسانة، طيب 200 متر مكعب ده لو أنا عندي طقم، الطقم ده مكون من عمال ومعدات، الطقم ده بيعمل لي 50 متر مكعب بردي، ده بنسميها production rate of resource أو معدل إنتاجية المورد. البرودكشن ريت اللي عندي ده 50 متر مكعب، لو الكمية 200 متر مكعب يبقى أنا الديوريشن 200 أوفر 50 هيديني 4 دي. يبقى الديوريشن 200 متر مكعب على 50 متر مكعب هيديني 4 أيام. هيديني 4 أيام. طيب لو أنا عاوز أخلي زمن النشاط ده يومين بس، فأنا هستخدم طقمين. يبقى هنا دخل معايا في المعادلة حاجة اسمها number of resources. يبقى duration عبارة quantity of work over number of resources times production rate of resource. ده لو أنا عاوز أجيب duration. طيب جبت duration، جبت الديوريشن بتاع النشاط، وطبعا هقدر اجيب الديوريشن بتاع كل الأنشطة اللي عندي، وحاول اعمل ريليشن ما بين الأنشطة بينها وبين بعض. غالبا زمن الشغل في اليوم حوالي 8 hour، نشتغل 6 day في الغالب و 8 hour، يعني الطقم اللي عندي هشتغل 8 ساعات. طب لو انا عاوز ازود
مدة الشغل بتاعه شوية، يبقى هيبقى في حاجة اسمها اوفر تايم. خلاص انا جبت كده التايم بتاع النشاط، وقدرت اجيب الازمنة بتاعت الانشطة كلها. ونخلي بالنا هنا ان احنا بيبقى عندنا لكل نشاط البرودكشن ريت او الانتاجية، وعندي الليبر كوست او يونت كوست، علشان بعد كده لما اجيب الديوريشن هيبقى عندي معلومات عن الكوست واقدر اعرف ايه الكوست بتاعت كل نشاط. يبقى الخطوة الاولانية بعد ما بجيب الديوريشن بشوف الريسورس عندي الكوست بتاعها ايه، سواء ليبر او اكويبمنت ماتيريال، علشان بعد كده هنجيب الايه الكوست بتاع كل نشاط، وبالتالي بطريقه معينه نقدر نجيب التوتال ديوريشن اوف بروجكت والتوتال كوست اوف بروجكت. غالبا واحنا بنحدد الديوريشن يبقى عندي ثلاث احتمالات او ثلاث محاور حدد فيها. اول حاجه اسمها الزمن المتشائم، وفي الزمن المتفائل، وفي اللي هو most likely time اللي هو النورمال. وفي equation كده، لو انا عاوز اجيب التايم بتاع الاكتيفيتي هقول الزمن المتفائل زائد 4 في النورمال تايم بلس الزمن المتشائم، ده كله اوفر 6. ده لو في استيميت لحاجه معينه او لنشاط معين، والاستيميت ده بيبقى بناء عن خبرات سابقه او حاجه عملتها قبل كده او النشاط ده تم قبل كده، فببدا اشوف الزمن المتفائل عندي ايه والزمن المتشائم عندي ايه والموست لايكلي. طيب خصوصا لو انا ما اعرفش البرودكشن ريت او مش محدد البرودكشن ريت بتاعه الريسورس بصوره دقيقه. طيب بعد كده بنبدا بقى نجيب نعمل ريليشن ما بين الاكتيفيتيز وبعضها. طب تعال الاول كده نشوف شكل النشاط هيبقى شكله ايه. علشان اعمل شكل النشاط بعمل شكل النشاط علشان نجيب حسابات للشبكه، يعني عاوزين نجيب حاجه اسمها ايرلي ستارت وليت ستارت وايرلي فينش وليت فينش لكل نشاط. فبنعمل شكل النشاط بالتالي. ده شكل النشاط المستطيل، نقسمه كده 7 اجزاء. في النص بيبقى فيه activity name، وهنا في الاول خالص بيبقى فيه حاجه اسمها start، وهنا بيبقى فيه حاجه اسمها finish، فوق بيبقى حاجه اسمها early، وتحت حاجه اسمها ليت. يبقى المربع اللي فوق اللي على الشمال ده هيبقى اسمه early start. early start كلمة early start البداية المبكرة للنشاط، يبقى دي early start او البداية المبكرة للنشاط. وبالتالي هيبقى في حاجة اسمها early finish النهاية المبكرة للنشاط، وهيبقى في حاجة اسمها late start اللي هي البداية المتأخرة للنشاط، وفي حاجة اسمها duration زمن النشاط، وفي حاجة اسمها late finish اللي هي النهاية المتأخرة للنشاط. طيب تعالى كده ناخد مثال نقول يعني ايه الـ early finish. الـ early finish عبارة عن early start plus duration. يبقى الـ early finish early start plus duration. الـ late start عبارة عن late finish minus duration. الليت ستارت عبارة عن ليت فينش ماينس الديوريشن. طيب يعني ايه الايرلي ستارت؟ ايرلي ستارت هو اول احتمال لبداية النشاط، يعني النشاط ده محتمل ان يبدا او اول احتمال لبدايته ايه. طب الايرلي فينش هيبقى احتمال او اول احتمال لنهاية النشاط. طب ليت ستارت؟ ليت ستارت اخر ميعاد ممكن النشاط ده يبدا فيه، يعني اخر احتمال لبدايه النشاط، وبالتالي ليت فينش اخر احتمال لنهايه النشاط. الديوريشن اللي هو دي،
ده الفرق بين early finish والearly start او الفرق بين late finish والlate start. فترة السماح الكلي للنشاط اللي هي total float عبارة عن ايه؟ late start minus early start اللي احنا بنسميها total float، وفي حاجة اسمها free float اللي هو الزمن او الفترة السماح ما بين نشاط ونشاط. تعال نعرف يعني ايه total float. توتال فلوت بالعربي كده عشان نعرفه نقول عدد الأيام اللي ممكن النشاط يتأخرها من غير ما يأخر المشروع ككل. يبقى التوتال فلوت هو عدد الأيام اللي ممكن النشاط يتأخرها من غير ما يأثر على الزمن الكلي للمشروع. أما الفري فلوت عدد الأيام اللي ممكن النشاط يتأخرها من غير ما يأثر على النشاط اللي بعده. طبعا في المثال لما نيجي ناخد المثال هنعرف الكلام ده بالتفصيل. في عندي حاجة اسمها critical bus، المسار الحرج، وهو المسار اللي بيبقى بيمر على الأنشطة الحرجة، والأنشطة الحرجة دي هي الأنشطة اللي مش ممكن أتأخر في زمن البداية بتاعتها، علشان لو أتأخرت في زمن البداية بتاعتها هيأثر لي على زمن المشروع. والكريتيكال باص ده بيبقى أطول مسار في الشبكة. في عندي حاجة اسمها بريد سيسور وفي عندي حاجة اسمها سكسيسور. البريد سيسور ده النشاط السابق للنشاط الحالي، سكسيسور النشاط التالي للنشاط الحالي. طبعا الكريتيكال اكتيفيتي بيبقى التوتال فلوت أقل ما يمكن، وبيبقى الفري فلوت اللي هو إيه الأقل ما يمكن اللي هو زيرو، والتوتال فلوت والفري فلوت برضه هما الاثنين بيبقوا زيرو في الكريتيكال اكتيفيتي. طيب لو انا عندي نشاط اللي هو جي ديبند على الاي والدبل اي، فهناخد انهي رقم؟ احنا عندنا الايرلي ستارت بتاع الاي زائد الديوريشن بتاعه الاي هتدينا الايرلي فينش للاي، وبرضه هيبقى عندي early finish للدبل اي. اخد انهي رقم؟ بناخد الكبير اللي هو early start للجي، بياخد early finish للاي او early finish للدبل اي الاكبر فيهم، وهنشوف برضه في المثال. يعني مثلا هنا انا عندي نشاط اللي هو O depend on M and N. طب تعال نبص على الام. الام الايرلي ستارت بتاعته 13 والديوريشن 5، 13 بلس 5 ايكوال 18، الان 10 بلس 6 ايكوال 16، الاو ديبند اون ام وان. يا ترى اختار 18 ولا 16؟ اختار طبعا 18 بلس 4 ايكوال 22. يبقى 18 بلس 4 ايكوال 22، ده علشان اجيب الايه الاو. طيب بالطريقه دي نقدر نجيب التوتال دوريشن بتاع البروجكت. هناخد مثال كده بسيط. انا عندي هنا الانشطه A وB وC وD وE وG، A وB وC وD وE وG دي الانشطه. الانشطه اللي عندي هنا الB والC والD ديبند على الA، الE ديبند على الB والC، والF ديبند على الC، والG ديبند على الA والF والD. هبدأ هنا هحط زيرو في الايرلي ستارت بتاع ايه. وتعالى نعرف يعني ايه زيرو. الايرلي ستارت زيرو معناها اول يوم الصبح. طب احنا كاتبينه زيرو مش واحد ليه؟ كاتبينه زيرو لان بنقول احنا دايما في الشبكة بنشتغل بنهاية اليوم، بنهاية اليوم. طيب أول يوم خالص إحنا بنشتغل بنهاية اليوم، أول يوم خالص نهاية اليوم اللي قبله هيبقى اليوم زيرو. يعني دي كده نهاية اليوم زيرو اللي هو قبل أول يوم. يبقى أقول زيرو بلس 8 إيكوال 8، يبقى النشاط A هياخد 8 أيام، يعني هيخلص في نهاية اليوم الثامن. النشاط B هيبدأ في بداية اليوم التاسع، بداية اليوم التاسع اللي هي نهاية اليوم الثامن، مع
ما احنا اتفقنا بقى خلاص احنا بنبدأ بزيرو، يبقى بداية اليوم التاسع اللي هي نهاية اليوم الثامن، دي النشاط بي. طب وسي نفس الكلام، ودي نفس الكلام، ده الايرلي ستارت بتاعه. عشان احسب الايرلي فينيش للنشاط بي فاقول 8 بلس 10 ايكوال 18، والايرلي فينيش للنشاط سي 8 بلس 5 ايكوال 13، الايرلي فينيش للنشاط دي 8 بلس 15 ايكوال 23. طب النشاط اي ديبند على نشاطين بي وسي، يبقى هياخد ايه واحنا ماشيين فورورد؟ واحنا ماشيين فورورد هناخد الكبير، يبقى النشاط اي ديبند على البي والسي، يبقى هياخد البي اللي هو 18 بلس 15 ايكوال 33. طب النشاط اف هياخد كام؟ هياخد 13 لانه ديبند على السي بس. يبقى هنا النشاط اي هينتهي في نهايه اليوم ال 33، والنشاط اف هينتهي في نهايه اليوم ال 18. النشاط جي بيعتمد على الاف والاي والدي، فهناخد الكبير الايرلي فينش بتاع اكبر واحد فيهم اللي هو الاي 33، يعني النشاط جي مش هيبدا الا لما النشاط اي ينتهي اللي هو اطول نشاط قبليه. 33 بلس 3 ايكوال 36، يبقى التوتال ديوريشن بتاع البروجكت 36 ده التوتال ديوريشن، وده معناه ايه؟ ان انا هخلص المشروع في اليوم ال 36، نهاية اليوم ال 36، يعني هسلم المشروع الساعة 5 اخر النهار في اليوم ال 36. احنا قلنا الشبكة كلها ماشية نهايات، يعني اليوم زيرو ده له معنيين. اليوم زيرو معناه نهاية اليوم زيرو اللي هو مش موجود اصلا، اللي هو قبل بداية اول يوم، او زيرو ما تشوف زيرو معناها اول يوم الصبح. طيب لما اشوف الاي مثلا، الاي تبدا باليوم ال 18، في اليوم ال 18، ال 18 دي الايتين دي معناها ايه؟ حاجتين. ال 18 دي معناها حاجتين، نهايه اليوم ال 18، نهايه اليوم ال 18 او بدايه اليوم ال 19. يبقى الاي نهايه اليوم ال 18 او بدايه اليوم ال 19. فلما انا اشوف 18 كده معناها ان الاي هتبدا يوم 19 الصبح، مش هتبدا يوم 18 خلاص نهايه اليوم 18 دول الناس روحوا، يبقى الاي هتبدا اليوم 19 الصبح. فبقى انا كده جبت التوتال ديوريشن اللي هو طلع 36. هعمل ايه بعد كده؟ هنزل ال 36 دي تحت، بالشكل ده. يعني لو انا شفت هنا نشاط كده مثلا، النشاط ده بنقول هنا 55 بلس 5 ايكوال 60، بنقول هنا 70 او 52 بلس 1 ايكوال 53. طيب يبقى انا اختار هنا 60 بلس 3 ايكوال 63، وهنزل 63 تحت، يبقى 63 ماينس 3 ايكوال 60. طيب تعال نشوف على المثال بتاعنا هيبقى أوضح، ونرجع للكلام ده تاني. احنا قلنا هنا 0 بلس 8 إيكوال 8 8 8 8، وبعدين قلنا 8 بلس 10 18، 8 بلس 5 13، 8 بلس 15 23، وبعد كده ناخد الكبير هنا 18، وناخد هنا 13، نحسب هيبقى هنا 33 زي ما قلنا بلس 3 36. هنزل بقى 36 تحت، وهقول بقى وانا راجع بقى هناخد الاصغر. احنا ماشيين كنا بناخد الكبير، ناخد الصغير ازاي؟ 36 ماينس 3 33 هوزعها هنا وهنا وهنا هنا وهنا 33 في الاي والاف. لو قلت 33 ماينس 15 هيدينا كام؟ 18. 33 ماينس 5 هيدينا 28. هحط هنا 33 لان الدي هنا اللينك بينه وبين الجي، بحط هنا 33. طب عند السي في تو ريليشن ما بين السي والاي والسي والاف، نحط 18 ولا 28؟ هنحط هنا طبعا 18 الاصغر، ما احنا قلنا هنا في السي واحنا راجعين هناخد الصغير، واحنا ماشيين قدام كده فورورد هناخد الكبير، واحنا عاملين باكورد ناخد الصغير. 18 ماينس 5 ايكوال 13، ناخد بقى 8 ولا 13 ولا 18، ناخد 8 ماينس 8 يدينا 0.
يبقى احنا هنا لو عاوزين نرجع تاني نشوف بقى اللي تم، يبقى هنا كنت بقول وانا راجع في المثال اللي تحت ده اللي هو البينتينج اللي هو 55 و57 ده، ناخد انهي وانا راجع؟ باخد 55 الاصغر، 55 ماينس 3 دينا 52. يبقى انا هنا بحاول ان انا اجيب ايرلي ستارت وايرلي فينش وليت ستارت وليت فينش ومعايا الايه الديوريشن، والمره الجايه ان شاء الله هشرح لكم التوتال فلوت والفري فلوت وازاي بنعمل الكريتيكال باث.